الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. وبعد، فكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي بحمد الله وتوفيقه عن نبأ نبي الله سليمان مع مملكة سبأ، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وبينا أن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه بين يدي ملكة سبأ وتنحى، ففقهت من ذلك أن الكتاب كريم، وبينا مفردات الكلمة وما يتعلق بسياقها. لما قرأت الكتاب كان سليمان قد جمع فيه ما بين القوة واللين: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقرأته على الناس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجمعت أهل مملكتها، وهذا يدل على أن فيها وفرة عقل، على أن فيها وفرة عقل. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تستشيرهم، والشورى لا يستغني عنها أحد، لكن الصواب الذي نميل إليه ونرجحه أن ولي أمر المسلمين غير ملزم شرعا بالشورى، أن ولي أمر المسلمين الحاكم المسلم في أي زمن غير ملزم بالشورى. ومن الأدلة أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان جمهرة الصحابة عمر وسادة المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج كانوا لا يرون قتال المرتدين، ويرون أن من الحكمة في نظرهم عدم إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وعدم قتال المرتدين، والتريث والتفريق بين من منع الصلاة ومنع الزكاة. وكان الصديق يرى خلاف هذا، فأمضى رضي الله عنه وأرضاه رأيه: ولو كانت الشورى شرعا ملزمة لما حاد الصديق عنها، ولاحتج عليه عمر والصحابة بأنه لا يجوز له أن يخالفه. لكنه المؤمن الحاكم المؤمن يستأنس بها، ولا ينبغي عليه أن يتصرف من قبل هواه إلا إذا غلب على ظنه أن ما قاله إخوته في الشورى غير صحيح، والمقصود فائدة. استشارت قومها: أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أي نحن إن خفت أن نؤتى من قبلنا فلن نؤتى، فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد، مجربون في الحروب، لكن مع ذلك يبقى الأمر الأخير فصل الخطاب لك، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وهذا من سنن الله في خلقه. قال ربنا: وكذلك يفعلون، تصديقا لما أخبرت به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الرسائل والدعوة إلى الإسلام، من آمن يقره على ماذا؟ يقره على ملكه، لأنه لم يقصد ذهاب دنياه، وإنما قصد إدخال الدين عليه، قصد إكرامهم بالإسلام، ولم يقصد أن ينال يأخذ ملكهم وكرسيهم وينال عرشهم، فيبقي الحاكم على ما هو عليه. وهو عليه الصلاة والسلام خير فاختار أن يكون عبد الرسول. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فأنا أرى أن نصطنع معه المصانعة، الملاينة، الملاطفة، وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما، استفهامية الميم على أسفل، بما يرجع المرسلون، سأبعث له هدية مع قوم عقلاء ذوي رشد، وهم سيرون كلامه، سيرون قوته، سيأتونني بخبر يقين، بعده أقول رأيي فيه. وهذا يدل على كما بينا من قبل على وفرة عقلها. والهدية من حيث الإجمال بين الناس تلين القلوب،
وتجعل المحبة قائمة ذائعة بين الناس. والناظم يقول: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى، أي ترك الهدية، ترك قبولها، ترك قبولها، والترك أولى إن رأيت المنة، إن خشيت أن هذا يمتن بها عليك لا تقبلها. لكن في الأصل قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن رأيت المنة. نعود: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما، أي حين، جاء سليمان، بالفتح مفعول به، واقع الكلمة مفعول به، أي جاءت الرسل، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بعث بهذا كله وطلب من بلقيس أن تأتي إليه ذائحة، خشيت على الملك، خشيت على الكرسي، خشيت على العرش، فخرجت من أرض اليمن إلى أرض فلسطين تريد أن تقابل نبي الله، وهي ليست من أهل كتاب، هي من عبدة الكواكب، لا تعرف ما القرآن، لا تعرف ما الكتب السماوية، لأن القرآن لم ينزل، لم يكن قد نزل، لكن المقصود لم تعرف الكتب السماوية بعد. أراد نبي الله أن يرى نعمة الله عليه، فقال في مجلس ملكه ويحفه الجن والإنس: وهذا فضل. قال الله عنه: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وانظر، سأل الله غفران الذنب قبل أن يسأله تمام الملك. هذه دعوة نبي، ليست دعوة أحد متعلق بالدنيا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. المراد أراد أن يرى أثر نعمة الله عليه. قال: أيكم، استفهام، يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين؟ أي ملك، أي سلطان، أي حاكم، أي عالم، من عنده يحبون أن يتنافسوا في إظهار قوتهم له؟ قال: عفريت من الجن. هذه عفريت درجة من درجات الجان، أشد الأحوال. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به، أي بأي شيء، بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، أي أنت تعودت أن تجلس للناس مثلا في الضحى، وإذا ارتفع النهار زالت الشمس قمت، قبل أن ينتهي هذا المجلس الذي اعتدت عليه في كل يوم يأتيك العرش والمجلس لم ينفض بعد. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وإني عليه لقوي أمين. أي مع ذلك لا يمكن أن ينقص شيء من العرش لأنني أمين، والقوة أنني آتيك به قبل أن تقوم من المجلس. قال: الذي عنده علم من الكتاب. اختلف العلماء رحمهم الله أودية شتى في من هذا الذي عنده من علم من الكتاب. أما اسمه فلا سبيل للوصول إليه في ظني، لأن القرآن لم يذكره، وهذا غيب لا يعرف بالظن ولا بالرجم. بقينا في التقدير، في الاستنباط، الذي أرجحه ولا أظن أن قولا غيره يقبل، أن يكون القائل جني أوتي حظا من العلم. قال بعض العلماء: هذا مؤمن في مجلس سليمان يعرف اسم الله الأعظم. واضح الآن؟ بعض أهل العلم في التفسير يقول: هذا رجل عبد صالح في مجلس سليمان كان يعرف اسم الله الأعظم. نقول: هذا ما يمكن أن يقبل عقلا. لماذا لا يمكن أن يقبل عقلا؟ لأنه لو فرضنا أن هناك جني، أن هناك مسلما في مجلس سليمان، فرضنا جدلا، يعرف اسم الله الأعظم، هذا المؤمن الذي في مجلس سليمان ويعرف اسم الله الأعظم، من أين عرفه؟ عن طريق من؟ أجيبه، ما يمكن أن يكون عرفه إلا من طريق سليمان، كما نحن الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي عالم يقول لنا علم شرعي ويقول لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، محال، هذا ليس بعلم شرعي، واضح؟ محال أن يكون أحد في المجلس يعرف اسم الله الأعظم
وسليمان لا يعرفه، محال جدا، أبدا لا يقبل. فلو كانت القضية تتعلق باسم الله الأعظم بدعوة، والدعوة يجتمع فيها سببان: صلاح الداعي وعلمه، وسليمان أعظمهم صلاحا لأنه نبي، وأعظمهم علما لأنه نبي، هو أولى بهذا. واضح الآن؟ قال بعض العلماء: القائل هو سليمان. ما يمكن يتفق نسق القرآن أن يأتي القرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، يصبح الجواب قال سليمان، قال أنا أتيك به، يرد على الجني، لكن ما تأتي قال الذي عنده علم من الكتاب لمن يعرف أسلوب القرآن. نقول هذا الذي قال هذه العبارة، قال هذا اللفظ وأتى بالعرش، جني يملك قوة بدنية لأنه مخلوق من نار، وفي الوقت نفسه اطلع على علوم عند أهل الكتاب من قبل، لأن موسى عليه السلام كان قد بعث، أما عيسى لم يبعث بعد، لا يوجد إنجيل، لا يوجد إنجيل، الإنجيل ما لم ينزل بعد، لأن عيسى بعد سليمان، لا يوجد إلا ماذا؟ إلا التوراة. فهو جني من أهل الكتاب، جني يهودي، لكن عنده من علوم أهل الكتاب لا التي تتعلق بالشرع، إنما التي تتعلق بالحياة، تتعلق بماذا؟ بالحياة. وهذه أنا مجبر أن أقف في الشرح إلى هنا، لا أستطيع أن أتجاوزه لأمور كثيرة جدا، أفسد أكثر مما أصلح، فالخير أن أسكت. المقصود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن أنا أبسط لك المسألة باختصار، يعني أنت الآن في بيتك وما حججت، تصيبك حسرة، قلت ما دام ما حججت أشوف ما فعل الله بالحجيج، فتفتح التلفاز على يوم عرفة وسماحة المفتي يخطب في عرفة والناس يبكون، تتأثر، تتمنى أن يجيب الله دعاءهم، أن يجيب دعاءك، واضح هذا؟ الآن هذا كلها عرفة بخطيبها بين عينيك، هذا مبني على ماذا؟ على علم، علم فيزيائي جعل الصورة تتناثر في الجو وتجتمع في الجهاز بين عينيك. من خلق هذه الفكرة في عقل من اخترع هذا النقل؟ الله خلقها في عقله، واضح الآن؟ فمسألة نقل عرش بلقيس ليس نقل عرش بلقيس على الظهر، نقل عرش بلقيس أقرب إلى أن يكون طريقة مثل هذه خلقها الله في عقل الجني، ففقه الجني كيف يأتي بعرش بلقيس بين يدي سليمان؟ لأن مسألة قبل أن يرتد إليك طرفك، واضح الآن؟ المقصود فلما رآه، أي رأى سليمان العرش مستقرا عنده، أنا غير النقل الفيزيائي، النقل الفيزيائي التقريب مو للحقيقة، قال هذا من فضل ربي. هذا الفرق بين أنبياء الله ومن سلك مسلكهم من جهة، وبين أهل الدنيا من جهة أخرى. إذا أوتي أولياء الله النعمة عرفوا أنها من الله، وأهل الدنيا عياذا بالله إذا رزقوا النعمة أثنوا على من؟ على أنفسهم. قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عمن استغنى عنه، كريم لمن أقبل عليه، والله هو الغني غنى مطلق تبارك اسمه وجل ثناؤه. فإن ربي غني كريم، قال نكروا لها عرشها، غيروا في بعض معالم العرش ننظر، جواب نكروا، لذلك جاءت مجزومة، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما أي حين جاءت قيل، سئلت أهكذا عرشك، الهمزة للاستفهام، وكانت من العقل بمكان، قالت كأنه هو،
والإنسان يحتاج أحياناً في حياته في التعامل مع بعض الناس إلى أن لا يكون جوابه قطعاً. قالت كأنه هو غبطها نبي الله سليمان، علم أن هذا قول توفيق. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. قبل أن نأتي للخاتم، خاتمة الآيات، نأتي للعلاقة بين الرجل والمرأة في الشرع، العلاقة بين المرأة والرجل في الشرع. المرأة على النصف من الرجل فقهيا في أحوال خمسة، في أحوال خمسة تأتون بها أو أأتي بها. نبدأ بسم الله. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إن أتيتم بها الخمسة كاملة فأنتم أنتم، حتى لو لم تأتوا بها كاملة أنتم أنتم. الشهادة فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ما شاء الله. الثالثة الدية، دية الرجل ضعف دية المرأة، دية المرأة على النصف من دية الرجل. بقيت اثنتان، العقيقة الوليمة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، بقيت واحدة حتى تصبحوا أنتم أنتم، بقيت واحدة. أنا أعيد الأربع حتى الذين في التلفاز يمكن ما يسمعوكم. الفضلاء ها هنا قالوا الميراث والشهادة والعقيقة والدية، قلنا لهم بقيت واحدة. هذه لا تغضبون، لا تغضبوا، لا أظنكم تأتون بها، نتركها إلى آخر اللقاء حتى تختبر نفسك، لن تجيب بس أنت اختبر نفسك، لكن إن بقيناها إلى آخر اللقاء شغلت عنا. الحالة الخامسة في العتق، من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. الحالة الخامسة العتق، من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جارية كانتا فكاكه من النار. هذا ما كان من أمر بلقيس. أراد نبي الله أن يدعوها إلى الله، وكل أحد له طريق يدل عليه مقامه، هيئة حاله، وضعه، تسلكه من أجل دعوته. فأمر الجن أن تبني له صرحا ممردا من قوارير، أي ليس فيه إلا الزجاج، يبنونه أين؟ على البحر، وكله قوارير خالصة، فلا يوجد قواطع تفرق ما بين بابه ونوافذه. فالرائي يظن أنه لا شيء على البحر، ثم ربما تبين لها أعلاه ولم يتبين لها أدناه. فأمرها أن تدخل وهو معها عليه السلام، فلما رأته أي الصرح حسبته، غلب على ظنها أنه لجه موج بحر ماء، فكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير، فعلمت أن مثل هذا لا يؤتاه رجل من أحد الناس، وأن دعواه بأنه نبي صادق فيها. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقد مر معنا، خرجت لتحافظ على عرشها فردها الله بأعظم مما خرجت من أجله. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فختم لها بالصلاح. توجد إسرائيليات حول هذه الآية لا يمكن أن يقبلها عقل، ولا يمكن أن تربط أو تقال في حق أنبياء الله عليهم السلام. فالله أعطى أنبياءه ورسله مقاما عظيما، فكل من أراد أن يتحدث عنهم لا بد أن يستصحب علو مقامهم ورفيع درجاتهم عند ربهم،
ولا يقبل أن يلصق بهم كل ما يمكن أن يقبل أن يلصق بمن هو دونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عنهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال ربنا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا هو اللقاء 27 بحمد الله وفضله في هذا المسجد المبارك. وإن شاء الله تعالى فيما يغلب على الظن بقيت لنا 3 لقاءات نقضيها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.